هاي جايز، انا شفتيا واليوم عملت لكم البوريتو بالخضره. اذا عبالكم تعرفوا كيف عملنا الروسيت خليكم عم تحضروا. لبوريتو الخضره رح نعوز بهار اسود، ملح، سماق، ملفوف احمر، جبنه الفيلادلفيا، كزبره، افوكا ممعوس، نعنع، حمص مسلوق ونرجع منشوي مع بابريكا، خيار وجزر مقطعين بهذا الشكل. لوصفة البوريتو بالخضرة، أول شي رح نبلش بجبنة الفيلادلفيا، من بعدها رح نحط الأفوكا المطحون، بهار أسود، سماق، ملح، نرجع منبلش بالخيار والجزر. ملفوف الأحمر، كزبرة، نعنع، وآخر شيء رح نزيد حب الحمص. رح نلف البوريتو، رح نحمر له وجه على الميلتين. هلأ من بعد ما حمرناه له وجه شوي ليقصى الخبز رح نحطها على الطبق.